بالانتقال إلى العراق، أعلن مصدر أمني عراقي اليوم إصابة 3 أشخاص جراء انفجار عبوة صوتية استهدفت إحدى خيام الاعتصام في ساحة الحبوب بمدينة الناصرية. ونقل موقع السومارية نيوز الإخباري العراقي اليوم عن المصدر قوله إن عبوة صوتية كانت موضوعة بالقرب من إحدى خيام الاعتصام ضمن ساحة الحبوب في الناصرية انفجرت فجر اليوم، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح بسيطة. وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت المكان وفتحت تحقيقا في ملابسته. وتشهد العاصمة العراقية بغداد وتسع محافظات وسط وجنوب العراق منذ بداية أكتوبر الماضي مظاهرات واعتصامات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وتسمية رئيس وزراء مستقل لفترة انتقالية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلي من الموصل ضيفي دكتور محمود عزو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الموصل. دكتور، أهلا بك إلى هذه الجولة. يعني بداية، التطورات المتلاحقة فيما يتعلق بالعنف الذي يتعرض له المحتجون في الشوارع، يعني هل اتفاق محافظ النجف مع قيادات التيار الصدري على سحب القبعات الزرق من الساحة في المحافظة، هل مثل هذه الخطوات كافية لتهدئة الشارع؟ أولا، فيما يتعلق بتخفيف جزء من الاحتفال الذي حدث بعد تسليم السيد محمد علاوي في تشكيل الحكومة خلال سوريا، حدث هناك يعني نوع من المشاحنات بين أصحاب القبعات الزرق التابعين للتيار الصدري والمحتجين. هذا الأمر يعود أولا لقبول التيار الصدري بترشيح محمد علاوي، ومن طرف آخر رفض المحتجين الموجودين في مناطق بغداد والمناطق الوسطى والجنوبية من العراق لتكليف محمد علاوي بوصفه شخصية جاءت بمباركة سياسية وبدعم أساسي من التيار الصدري الذي كان مسؤولا عن حماية التظاهرات، مما عد يعني أشبه بإخفاق أو خيبة أمل أو نكوص على الوعود التي قطعها التيار الصدري للمحتجين بمساندتهم وحمايتهم. ثم انقلب هؤلاء أصحاب القبعات الملونة أو القبعات الزرق يقوموا بحمل العصي ومطاردة المحتجين والسيطرة على بناية المطعم التركي في ساحة التحرير، ومن ثم السيطرة على بعض المفاصل في ساحات احتجاج أخرى في مناطق أخرى وفي محافظات أخرى. طيب، عندما نتحدث المبادرة التي تم تبنيها المبادرة التي تم تبنيها في في محافظة النجف الأشراف فيما يتعلق به سحب أصحاب القبعات الزرق حتى لا تقع مجزرة أهلية أو عنف محلي داخل محافظة النجف الأشراف هي خشية أساسية موجودة، لا سيما أن أكثر الأطراف الإثنية قوة ونفوذا هي موجودة في داخل النجف الأشراف وفي داخل مدينة الكوفة تحديدا، وهو أحد الضواحي التابعة لمدينة النجف. المطلعون على أوضاع النجف الداخلية يعرفون بأن ثمة صراع داخلي كبير بين هذه القوى الدينية السياسية التي لديها أيضا أذرع مسلحة، الخشية من السيطرة على مواد المؤسسة الدينية، الخشية من أن يتطور هذا العنف من عنف بين محتجين وحركات سياسية إلى عنف اجتماعي يأخذ طابعا عشائريا أو طابعا دينيا بين مقلدي عدة توجهات دينية. طيب دكتور، على ذكر المؤسسات الدينية، يعني كيف تتوقع ربما موقف المرجعية الدينية من الحكومة المرتقبة؟ أولا، المرجعية الدينية يعني من المعروف في العراق هي تأخذ دورا محايدا وإرشاديا، لا تتمتع بذلك الرأي الملزم بالنسبة للفكر السياسية، هي تنهى بنفسها عن أن تتخذ هكذا دور الولي الفقيه مثل ما هو موجود بالتجربة الإيرانية، يتقدم النصح والإرشاد لكنها لا تلزم أحد برأيها. هذا الأمر خاضع أيضا للتقليد الفقهي التاريخي الموجود في حوزة النجف الذي ينأى بنفسها أن يتدخل بشأن السياسي بشكل مباشر، لكن هناك أطراف تابعة يعني لمقلدي بعض رجال الدين في النجف تحاول أن تتدخل بالشأن السياسي عبر إصدار فتاوى أو إصدار رأي ملزم بالنسبة لمقلديها. هذا الأمر فيه خطورة كبيرة بالنسبة من أهل إيران، لا سيما قسم من رجال الدين الذين هم مقتنعين بولاية الفقيه المطلقة على الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الشؤون. هذا الأمر يعني فقط المطلعين على شأن النجف الداخلي يعرفون
كواليس وخفايا هذا الموضوع، وايضا المطلعين على التقليد الفقهي الموجود عند حوزه النجف. طيب دكتور، يعني تصريحات علاوي التي ربما فسرها البعض بسعيه لتشكيل حكومة تكنوقراط عندما تحدث عن أنه لن يخضع لبعض القوى السياسية وما إلى ذلك، برأيك هل يمكن بالفعل أن تعني هذه التصريحات تخليه عن المحاصصة السياسية؟ هو يحاول أن يكون أن يذهب إلى هذا الخيار الصعب الذي قد جاهز به أمام تصويت الكتل البرلمانية، يذهب الى خيارات قد تكون صعبه على بالنسبه لاي قائد سياسي ان ياتي بشخصيات قد لا ترضى عنها الكتل السياسيه ويجبر البرلمان على التصويت لها. لكن بالنهايه النواب قد يلجؤون الى التصويت الالكتروني الذي سوف يجعلهم في منأى ايضا عن تسلط رؤساء الكتل. إذا أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عزو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الموصل، على كل هذه الإيضاحات، وأشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، نلقاكم على خير.